عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا المقطع الذي هو زهاء 5 دقائق إلا قليلا، لقد اشتمل على مجموعة من الأغاليط ومجموعة من السفسطات والتكلف والتنطع الذي لا حاجة فيه، بل أتى الشرع بالنهي عن التكلف وعن التنطع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. وحقيقة بالنسبة للذي هو في هذا المقطع، وهو الدكتور رمضان بن عبد الرزاق من مصر، هو دائما يتكلم في مسائل الروح ويأتي بأغاليط وأمور طوام، فأنا لا أنصح بالاستماع إليه هذا ابتداء. الأمر الثاني، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفرحون بأنه لما كان يأتي الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسألة فيفرحون بسؤاله لأنهم يستفيدوا منه. ولذلك في آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح الشهرزوري، وأيضا في هذا الكتاب الماتع جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر المالك الأندلسي المتوفى سنة 63 و400، وأيضا في المحدث الفاصل أو المحدث الفاضل، وأيضا في التبيان في آداب حملات القرآن وغيرها من الكتب لأهل العلم، دائما ينهون عن التنطع في السؤال، السؤال الذي لا طائل من ورائه. يعني لما أتي أنا الآن أتكلم، هل الملائكة لها روح؟ هل الجن لها روح؟ هل الحيوان له روح؟ وما هو الفرق بين لفظ الحياة والروح، والحياة والحيوان والجسم والجسد، والورد الصناعي والورد الطبيعي، والحيوان يسمى نفس وليس روحا؟ ما هو الفائدة من كل هذه السفسطة يا كرام يا فضلاء؟ ما هي الفائدة؟ لا تجد من وراء هذه ال5 دقائق ولا فائدة، اللهم إلا جمعت مجموعة من الوساوس ومجموعة من الشبه التي حتى طلبة العلم يحارون فيها. أرأيت؟ فما ظنك بالعوام؟ فما ظنك بالعوام؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة الأبرار له كلام ماتع جميل في لقاء الباب المفتوح، له كلام ماتع وجميل في لقاء الباب المفتوح، هو من كلام السلف الذي ذكرت لكم آنفا في الكتب التي ذكرت شيئا من بعض مراجعها. وكان ذلك في رد على سؤال من نوع ذوات الأرواح من غير البشر من الحيوانات والطيور، إذا ماتوا أين تذهب أرواحهم؟ وهل ملك الموت يقبضها أم ماذا يحدث لها بالضبط؟ من نوع مثل هذه الأسئلة أيها الكرام الفضلاء. شيخ ابن عثيمين ماذا يقول لما سئل هل ملك الموت موكل بقبض أرواح الحيوانات؟ فأجاب الشيخ إجابة جميلة، يعني تختصر لنا كل هذه الترهات التي ذكرت في هذا المقطع. قال: ما رأيك إذا قلت لك إن ملك الموت موكل بقبض أرواح الحيوانات أو غير موكل؟ إيش رأيك؟ قال: لو قلت لك إن ملك الموت موكل أو غير موكل، ما الفائدة من هذا؟ ثم أردف يقول: هل سأل الصحابة عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحرص منا على العلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أقدر منا على الإجابة، ومع ذلك ما سألوا؟ إنما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم قال: وعلى الإنسان ألا يتنطع في السؤال، قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، فلا تسأل عن شيء ليس فيه فائدة. ثم قال: والله لو كانت فيه فائدة بعلمنا أن ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات الأخرى لبينها الله سبحانه وتعالى، أم إما في القرآن أو في السنة، أو أن الله يقبض أرواح، أو أن الله تبارك وتعالى يقيض من يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا.
ولهذا كان الصحابة يفرحون أن يأتي أعرابي من البادية يسأل عن شيء ربما يستحي الصحابة أن يسألوا الرسول عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الحاصل يا أخي أنت ومن يسمع، أقول لكم إن التعمق في هذه الأمور خطأ، لأن الرسول قال: هلك المتنطعون. ما قالها مرة، إنما قالها 3 مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ثم قال في مثل هذه الأمور الغيبية: خذ ما ثبت ودع ما لم يذكر. ثم قال رحمه الله: فعلينا يا إخواني أن نأخذ من مسائل الغيب ما ثبت عندنا، والباقي نسكت عنه لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة في معرفته لبينه الله. قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا نحتاجه إلا بينه. انتهى كلامه رحمه الله. فوالله إنه كلام ماتع يكتب بماء القلب ويكتب بالدرج والياقوت يا كرام يا فضلاء. هذا هو الحل في كل مثل هذه المقاطع التي، ماذا أقول لكم، التي امتلأت ترهات وامتلأت أخطاء وامتلأت طوام ومخالفات صريحة للكتاب والسنة. ولو جلست لكي أجيب على هذه الترهات ربما يتصل المقطع ويصل إلى نصف ساعة. فإذا كنتم على كل حال مستعدون لذلك، إذا كنتم على كل حال مستعدين لذلك أخبروني، أجيبكم على كل نقطة في هذه 5 دقائق إلا 10 ثوان اشتملت على إجابة تحتاج إلى نصف ساعة على الأقل. أرأيتم كيف تأتي البدعة وكيف تأتي الشبهة؟ تأتي نقدا ثم تنقد نسيئة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يا كرام يا فضلاء فلنبتعد عن مثل هذه المقاطع، وخذوا من علماء الأمة الراسخين. يعني أنت الآن تضيع وقتك لكي تستمع لمثل هذا الذي يتكلم، وموسيقى في خلفية المقطع، قسوة قلب ووقوع في معاصي وفي ذنوب. هل أنت انتهيت من علم بن باز ومن علم بن عثيمين ومن علم الألباني ومن علم شيخنا الشيخ الراجح ومن علم شيخنا الشيخ الخضير ومن علم شيخنا الشيخ الفوزان ومن علم شيخنا الشيخ الغنيمان من علم شيخنا الشيخ العدان من علم شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من علم شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي؟ أوعد لك من الأسماء إلى ساعة اللي أذكر لك، هل انتهيت من علوم من هؤلاء العلماء الراسخين لكي تبحثنا عن مثل هؤلاء؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعافية والصلاح، وأن تنتفعوا وتسألوا عما ينفعكم رعاكم الله. فهذا هو الديانة وهذا هو السلف: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم. أضف إلى ذلك كل هذه الأشياء إذا أنت ماذا فادتك؟ لم تفدك شيئا، وجهلها لن يضرك شيء أيها الكريم الفاضل. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين على طاعتك فضلت وارزقني برا يا رب العالمين. تم تحرير صوتين في ظهيرة يوم الاثنين، يوم ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام لست بقين من رجب الأصم الفرض الحرام لعام 44 و400 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.